السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب كفر الشيخ وعشاق الفايتو كيمستري. بكمل كلامي معاكم عن الفينول جلايكوسايد. كنت في الفيديو اللي فات بدأت أكلمكم عن حاجة اسمها السيمبل فينول جلايكوسايد، وقلنا إن السيمبل فينول جلايكوسايد دي ممكن تكون فيها 6 ذرات كربون بس، خدنا سي 6 أونلي اللي هو مين الأربيوتين، خدنا المرة اللي فاتت. فأنا بقى هبدأ أتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها سي 6 سي 1، يعني بتتكون من 6 ذرات كربون فيها كربونة كمان إيه زيادة. الكربونه دي ممكن تبقى زي ما احنا قلنا الكوليك، او ممكن تبقى الدهيدك، او ممكن تبقى كاربوكسيليك، او تبقى ايه كاربوكسيليك. هوريكم الكلام ده دلوقتي. ناخد الامثله اللي على الالكوليك. ناخد اول واحد اللي اسمه ستاليسين، وده بيجي من نبات السيليكس اللي هو نبات الصفصاص الصفصاف فاميلي الساليكيسي. تعالوا نشوفه كده يا جماعه، هتلاقوا ان هو بيتكون من ايه. تعالوا نشوف، ادي سي 6 اهي ماسكه في او بيتا دي جلوكوز. اتفقنا مع بعض ان الاو بيتا او البيتا دي جلوكوز ده هو اكتر شوجر موجود في الجلايكوسايد، وادي الكربونه الزياده اهي موجود على هيئه CH2OH، يعني على هيئه الكول. الذوبانيه بتاعته مش مهمه خالص. طيب لو انا حبيت اسالكم عليه كام سؤال، وقلت لكم هل ده او جلايكوسايد ولا لا؟ او جلايكوسايد ليه اهي. طيب ده جلوكوسايد ولا لا؟ جلوكوسايد، لان هو فيه اونلي ايه جلوكوز. مونوسايد ولا لا؟ مونوسايد، عشان موجود فيه اونلي وان شوجر. مونو ديسموسايد ولا لا؟ مونو ديسموسايد، عشان الشوجر ماسكه في مكان واحد بس على المركب. طيب مين شاطر بقى يقول معايا لو انا حبيت اعمل له اسيد هيدروليسيس؟ اسيد هيدروليسيس هينجي كاسر دي ويديني حاجه اسمها، هيطلع لي البيتا دي جلوكوز، وهيديني حاجه اسمها السالي جينين، حاجه اسمها السالي جينين. وقولوا لي لو انا جبت ده كده يا جماعه وحطيت عليه اف اي سي ال 3 هل يدي لون؟ لا طبعا. ليه؟ لان هو ما فيهوش مجموعه الفينول، ولكن لما اعمل له هيدروليسيس هتبقى دي اتش، فتبقى فيه مجموعه الفينول فيدي الام مع الاف اي سي ال 3. طيب لو جبته وسخنته مع اتش سي ال، الاول طبعا هيطلع لي البيتا دي جلوكوز ويديني السالي جينين. السالي جينين ده ممكن اتنين من السالي جينين يمسكوا مع بعض ويديني ماده اسمها السالي ريتين، وده راسب لونه اصفر. الريجنتس اللي بيتفاعل معاها هقول لكم عليها دلوقتي، بس تعالوا نشوف كده. هو طبعا ليفو روت، عايز اقول لكم ان معظمهم ليفو روتاتوري. بالاسيد او الايمالسين اهو هيطلع بقى مين؟ هيطلع الجلوكوز اللي هو البيتا دي جلوكوز والسالي جينين، اللي لو غليتها مع حمض هتديني السالي ريتين اللي هو عباره عن جزيئين اتنين من السالي جينين ماسكوا مع ايه؟ ماسكوا مع بعض. طيب مع الكونك اتش 2 اس 4 بيدي لون احمر، مع فرويدز بيدي لون فايولت، مع ماندلينز بيدي لون بيربل، مع اردمان بيدي لون ريد. وبقول لكم خلي بالكم هو نفسه ما بيديش لون مع الاف اي سي ال 3 لانه مش فينوليك، ولكن لما بعمل له هيدروليسيس بيديني السالي جينين اللي هو بيبقى فيه نوليك وبيديني بلو كلر. حاجه كمان مهمه قوي، الساليسين ده لو انا اكسبته هيدينا بنزالدهايد، ما هو ده كله هيتكسر بقى ودي هتبقى مجموعه الدهايد، ويقوم جاي مديني حاجه اسمها البنزالدهايد. فهو لما بعالجه بمين؟ لما بعالجه لما بعالجه بالبوتاسيوم دايكروميت، طبعا انتوا عارفين ده اسيد اوكسيدايزنج ايجنت، وهبص الاقي ان هو هيطلع لي الاودور اوف ساليسالدهايد، وهو بيعمل كانتي بايريتك وانتي ايه روماتيك ودايا فوريتك. انتي بايريتك وانتي روماتيك ودايا فوريتك زيه زي الاسبرين، وعشان كده كانوا بيقولوا عليه ان هو الناتشورال سبستيتوت اوف اسبرين. نشوف الكلام ده، بس طبعا المعادلات دي مش عليكم، انا بس عايز اجمعها لكم هنا اهو تاني. ادي مين؟ ادي الساليسين. لو حطيت عليه H2SO4 هيدي برايت ريد كلر، لو حطيت عليه فرويدز بيدي لون فايولت، ماندلينز بيدي لون بيربل، اردمان بيدي لون احمر. اف اي سي ال 3 ما يديش لون، ولكن لما اعمل له هيدروليسيس ودي تبقى او اتش هيدي لون. لما اعمل له هيدروليسيس بيدينا السالي جينين والجلوكوز، ولو سخنته هيتجمعوا مع بعض ويدوني سالي ريتين اللي هو جزيئين اتنين. طب لو حطيت عليه الايمالسين هيدينا برضو الجلوكوز ومين؟ والسالي جينين. طيب لو حطيت بقى على السالي جينين اف اي سي ال 3 هيدينا بلو ايه؟ بلو كلر. طيب لو حطيت عليه بوتاسيوم كروميت اسيديوليتد باي اتش 2 اس او 4 هيطلع لي ريحه الايه؟ السالي سالدهايد. قلت لكم عشان دي هتتاكسد هتبقى سي اتش او، هنا او اتش طبعا، فده كان اسمه ساليسيليك اسيد لو تفتكروا، وبعدين يبقى يعني هو السي اتش 2. متهيألي انتوا عارفين دي ان السي اتش 2 او اتش لما هتتاكسد هتبقى سي او او اتش، يعني هيبقى ساليسيليك اسيد، وبعدين بعد كده يبقى سي اتش او، يبقى اسمه السالي سالدهايد. في واحد زيه بالظبط اسمه البوبيولين، بس البوبيولين بقى يا جماعه بيجي من حاجه اسمها البوبيولاس سبيشيز. طيب وده بلاقي، طب لو انا كبرته بس كده هوريكم اهو. قولوا لي
مش ده لغاية هنا اهو كده كان الساليسين، اتحط عليه بس مجموعة البنزويل، فهو عشان كده اسمه بنزويل ساليسين، وده البوبيولين. ولو في ناس شاطرة كده وفاكرة كنت بقول لكم ان البوبيولين ده طعمه حلو، هما كلهم بيتر تيست ما عدا البوبيولين والاستيفيوسايد، ده كان في فيديو من الفيديوهات الأولانية. فبقول اهو اه طب اثبت لنا برضو ان ده سي 6 سي 1 والكوليك. حاضر، ادي سي 6 ودي سي 1 والكوليك، صح ولا لا؟ برافو عليكم. بقول ان هو بيجي منين؟ بيجي من البوبولاس سبيشيز فاميلي، برضو السيليكيسي، خدنا التركيب بتاعه حفظ. وبقول عليه كمان ان هو البنزويل ساليسين بيضيف في ايه مش مهم، انا اللي يهمني بس ان هو طعمه ايه؟ طعمه حلو. انا قلت الملحوظه دي قبل كده، قولوا لي بقى هيدينا نفس الاختبارات بس الهيدروليسيس بتاعه اللي مختلف شويه. مين شاطر يقول معايا؟ لو انا حطيت عليه الكلي، هل الالكلي كان بيكسر دي؟ لا، كان بيكسر ده، فيطلع لي البنزويك اسيد ويطلع لي الساليسين. شاطرين. طب لو حطيت عليه حمض هيقوم جاي كسر دي لانه يعني بيكسر الجلايكوسيدك بون، فهيديني الساليجينين وبنزويل جلوكوز. ماشي. طب لو حطيت عليه الاثنين، حطيت عليه حمض وبعدين حطيت عليه الكلي، فيدينا البنزويك اسيد والجلوكوز والساليجينين. وطبعا ما دام بيديني الساليجينين يبقى هيديني نفس اختبارات مين؟ الساليسين. نشوف الكلام ده. مع الالكلي هيدينا بنزويك اسيد وساليسين، مع الحمض هيدينا ساليجينين وبنزويل جلوكوز، بالاسيد هيدروليسس وبعدين بالالكلي هيدينا بقى جلوكوز وساليجينين وبنزويك ايه؟ وبنزويك اسيد. البوبيولين بيدي نفس الالوان مع الكالر ريجنت اللي احنا قلناها مع الساليسين، وبرضه لو حطيت عليه البوتاسيوم دايكروميت اللي موجود فيها اسيديوليتد هيطلع برضه ريحه الايه؟ الساليسالدهايد. احنا قلنا نفس الايه؟ نفس الاختبارات. طيب عندنا واحد بقى اسمه سي 6 سي 1 والدهيدك اللي هو الفانيلين. انا بص كده، وده طبعا بيجي من الفانيليا بودز او الفانيليا بلانيفوليا فاميلي الاوركيديسي، وطبعا هي موجود فيها اتنين جلايكوسايد عارفينهم احنا من زمان من ايام الدكتوره منى، ان هي موجود فيها اتنين جلايكوسايد، واحد اسمه جلوكوفانيلين اللي هيتكسر ويدينا الفانيلين، وحاجه اسمها الجلوكوفانيليك الكول. تمام. واثناء الكيورنج لو تفتكروا كنا خدنا تعريف الكيورنج ده زمان، ان هو نوع من انواع الفرمنتيشن، وان الفانيليا دي لازم تتخزن عندي لمده سنه عشان تبدا تطلع الريحه الفعاله بتاعتها. ليه؟ عشان هو بيبقى موجود في صوره جلوكوفانيلين او جلوكوفانيليك الكول اللي المفروض هيتكسر بعد كده ويطلع الجلوكوز والفانيلين. اهو هيتكسر ويطلع لنا مين؟ الفانيلين. ودي كانت عمليه اسمها كيورنج. كيورنج لو تفتكروا كنا بنقول ان الكيورنج ده نوع من انواع الديزرابل هيدروليسيس، نوع من انواع الهيدروليسيس اللي انا عايزه يحصل. ورينا كده يا عم ان هو سي 6 سي 1 والدهيدك، كلام جميل. وكنت انا اديتكم دي في الفولاتايل اويل، وكنت قلت لكم ان الفانيلين دي ممكن اقول عليها فينوليك ايثر، او ممكن اقول عليها جلايكوسايد زي ما احنا شايفين ده جلوكوفانيلين. ثانيه واحده، هاتوا بقى الفانيلين كان ممكن اقول عليها فينوليك على اساس دي هتبقى او اتش، او اقول عليها فينوليك ايثر تمام عشان دي هتبقى او اقول عليها الد هيدك. ماشي. إيه ده طبعا بيدينا الاودر والتيست بتاع الفانيليا، سيبكم السوليوبيليتي مش مهمه قوي. إيه اعرفوا لي بس ان الجلوكو فانيلين بانزيم هيدينا جلوكوز ومين والفانيلين. الجلوكو فانيليك الكول يا جماعه ايه الجلوكو فانيليك الكول؟ والله هو نفس التركيب ده اهو، بس ده اهي عباره عن سي اتش 2 او اتش. طب اما اعمل لها هيدروليسيس هتطلع لي جلوكوز فتديني الفانيليك الكول، وبعدين اقوم جاي مأكسده يبقى فانيليك اسيد، وبعدين يقوم جاي مدينا مين؟ الفانيلين. الجلوكو فانيليك الكول بالانزيم يدينا جلوكوز وفانيليك الكول اللي بيتاكسد بعد كده ويدينا مين؟ الفانيلين. والايكويشنز هتلاقوها في المحاضره الجايه. هنبدا بقى ناخد، انا قلت لكم ان احنا هناخد مين؟ هناخد السي 6 اونلي، خدنا الاربيتين سي 6 سي 1 والكوليك، خدنا ها الساليسين والبوبيولين، ولو شاطرين هتقولوا بقى التالت يا شطار، ايوه كده اللي هو مين؟ الجلوكو فانيليك الكول. ماشي. وبعدين سي 6 سي 1 والدهيدك، خدنا الفانيلين. شاطرين. تعالوا بقى ناخد السي 6 وسي 1 بس كاربوكسيليك، قولوا لي كده هناخد حاجه اسمها المونوتروبين والجولسرين، اهو الجولسرين والمونو ايه؟ تروبين. تعالوا نشوف الاول التركيب، وهي كاربوكسيليك. تعالوا نشوف الاول التركيب، هو طبعا موجود في نبات ابو فاس اللي هو اسمه جلوثيريا بيركامبانس فاميلي الاريكيسي. تعالوا نشوف، نجيب تركيبه من تحت عشان الصوره دي مش باينه قوي اهي، على فكره الرسمه ده اهي بتيجي، وهوريكم الاسئله اللي بتيجي عليها.
الرسمه اللي هي بتيجي، والدكتور بيقول لك يقسمها لي، قول لي لو مش ده سي 6 سي 1 وإستر، او سي 6 وسي 1 وكان الكربوكسيليك، وهو اسمه ميثايل ساليسيليت عشان ده الساليسيليك اسيد لغايه هنا، وبعدين ماسك في وحده جلوكوز، وبعدين ماسك في وحده زيلوز. الجلوكوز والزيلوز دول لما بيمسكوا مع بعض بيدوني حاجه اسمها البرايمي فيروز، اسمهم البرايمي فيروز. طيب كلهم على بعضهم كده يا شباب اسمهم ايه؟ اسمهم مونوتروبين. يبقى اذا المونوتروبين هو ده البرايمري جلايكوسايد، والناس اللي بتذاكر ورايا هتعرف ان البرايمري جلايكوسايد ده هو الجلايكوسايد اللي موجود فيه كل الشوجرز بتاعته اللي ما حصل لهاش اي هيدروليسيس. طيب لو انا اشتغلت عليه بقى بانزيم اسمه الزايليز، شفتوا الانزيمات خاصه هو سبيسيفيك، هتقوم جاي مطلع مين؟ مطلع الزايلوز، فيديني بقى السكندري جلايكوسايد اللي اسمه مين بقى؟ اسمه الجولسرين، اللي هو عباره عن سكندري ايه؟ جلايكوسايد. طب ولو اشتغلت عليه بانزيم اسمه الجولسريز، هيقوم جاي كسر دي ومطلع لي الميثايل ساليسيليت. طيب انا بقى في سنه من السنين جبت التركيب ده اهو، وقلت لهم لو اشتغلت عليه على طول بالجولسريز ها هيطلع لي الميثايل ساليسيليت ويطلع لي البرايمي فيروز. البرايمي ايه؟ فيروز. شاطرين، تعالوا نشوف الكلام ده. بقول لكم ان هو بيبقى كاربوكسيليك، خلاص قلناها ووضحنا يعني ايه كاربوكسيليك وعرفنا هو بيجي منين، ويعتبر برضه على فكره اقول عليه ميثايل ساليسيليت جلوكوزايلوسايد. ورينا كده يا عم فين ده ميثايل، قولوا لي مش دي ميثايل ساليسيليت؟ اهي ميثايل ساليسيليت جلوكوزايلوسايد، جلوكوزايلوسايد بيحتوي على شجر اسمه البرايمي فيروز اللي هو عباره عن دايساكرايد بيتكون من الجلوكوز والزيلوز، من الجلوكوز والايه والزيلوز. وعلى فكره الجلوكوز والزيلوز ماسكين مع بعض برابطه 1 و6، شايفينها 1 و6. طبعا المونوتروبين ده بيعتبر برايمري جلايكوسايد لان موجود فيه الشوجرين، الجولسرين ده بيعتبر سكندري جلايكوسايد بعد ما بيتشال منه الزايليز الزايلوز. المونوتروبين بانزيم الجولسيريز هيقوم جاي مدينا البرايمي فيروز والميثايل ساليسيليت، اما المونوتروبين بانزيم الزايليز هيدينا الجولسرين والزايلوز، اما الجولسرين بانزيم الجولسيريز هيدينا جلوكوز وميثايل ساليسيليت. كان عندنا يا جماعه طرق التصنيع بتاعت الفانيلين، طرق تصنيع الايه؟ الفانيلين، يا اما بجيبها من الوود من حاجه اسمها الكونيفيرين، اهو بنجيب الكونيفر وود اللي هو الخشب بتاع العائله اسمها العائله ايه؟ العائله المخروطيه الكونيفر وود، واسخنها فتديني ماده اسمها الكونيفيرين اللي عامل لها اكسده بالكروميك اسيد، تقوم جاي مدياني مين؟ الفانيلين. او كنت دي كنا واخدينها الترم اللي فات في الفولاتايل اويل، ان انا كنت بحمي الاول ده اليوجينول احط عليه كي او اتش فيحصل له ايزومرايزيشن، فالدبل بوند دي مكانها هيتغير فيدينا الايزو يوجينول، احمي الاو اتش دي عن طريق ان انا اعمل لها اسيتايليشن وبعدين اعمل اكسده فدي تبقى سي اتش او، وبعدين اقوم جاي شايل دي فيبقى اسمه الايه؟ الفانيلين. على فكره ممكن اعمل اوكسيديشن وزود بروتكشن باستخدام مايلد اوكسيدايزنج ايجنت زي الاوزون او زي مين؟ زي البنزويك، قصدي زي النيترو اي بنزين، النيترو بنزين. وشكرا، بس في شويه اسئله كده نحاول نحلهم مع بعض. يلا مين يا شطار؟ ده 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 او اتش او وماسكه بجلوكوز، يبقى ده الاربيوتين، ده الايه؟ الاربيوتين اللي لما كان بيتكسر بيدينا الهيدروكينون ومين؟ والجلوكوز. طب ده مين؟ تعالوا نشوف، ده سي 6 اهو سي 1 والكوليك، ده الساليسين لما يتكسر هيديني الجلوكوز والسالي جينين. طب ده مين؟ تعالوا نشوف، قال لا مش ده برضو ها لغايه هنا كده، ده مين؟ ده الساليسين، وبقى موجود معاه مجموعه البنزويل فيبقى اسمه البنزويل ساليسين اللي هو البوبيولين. البوبيولين مين شاطر بقى يفتكر معايا كده التكسير بتاعه؟ البوبيولين لو كان اشتغلت عليه بالكلي هيطلع لي البنزويك اسيد و ها الساليسين، طب لو اشتغلت عليه بحمض هيديني بنزويل جلوكوز وساليجينين، طيب اشتغلت عليه بالاثنين هيدينا ساليجينين وجلوكوز وبنزويك اسيد. مين ده؟ ده الجلوكو فانيلين، ملاحظين ادي الجلوكو وادي الايه؟ الفانيل، الجلوكو فانيلين. الرسمه او دي التفاعل ده اللي بيه او البتاعه دي بتيجي كده بالشكل ده، ده اسمه ميثايل ساليسيليت، وبعدين ده اسمه جلوكوز، وده هو اسمه
زيلوز، كل الاتنين شوجر دول اسمهم برايمي فيروز، كلهم على بعضهم اسمهم المونوتروبين، اما يتشال منه الزيلوز بانزيم الزيليز يبقى اسمه الجولسرين. واشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.